فنانه شهيره قالت لك ايه بعد ما شافت دورك في اللي ملوش كبير؟ هي تقريبا كانت كل حلقه بتخلص بتكلمني بتقول لي ارائها، وكانت الحمد لله يعني كلها بقول لها طب قولي لي ايه وحش، تقول لي لا مفيش زي الفل، تقول لي انا مبسوطه منك جدا. فكنت ببقى مبسوط لما بتكلمني في مشاهد حاجات ديتيل صغيره اللي هي خدت بالها منها، تقول لي وانت هنا بصيت كذا عملت كان قصدك، اقول لها صح وده اللي انا قصده بالظبط. فكنت لا الحمد لله مبسوط. انا رانيا محمود ياسين برضو كانت بتكلمني دايما، وانا اول الحمد لله اول عمل ليا كانت هي معايا فيه، فكانت واقفه جنبي جدا، هي امي التانية يعني، فبشكرها دايما على مساندتها ليا.